يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وأيضا جنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. في مالي بين بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في القاهرة العظمى فيها 35، الصورة فيها 26، الإسكندرية 33، 24، مطروح 31، 25، بورسعيد 33، 27، الإسماعيلية 38، 25، أما محافظة السويس العظمى فيها 37، الصورة فيها 24، العريش 34، 25، طابة 36، 25، شرم الشيخ 40، 30، الغردقة 42، 31، أما محافظة الأقصر العظمى فيها 44، الصورة فيها 29، أسوان 44، 30، الوادي الجديد 44، 26، شلاتين 40، 30، أما محافظة حلايب العظمى فيها 37 وصغرى فيها 30. ولأن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابعها.